سب حماس، الترويج للسردية الإيرانية لحرب غزة، تهويل دور المحور الشيعي. مهمة تولاها صهر زعيم تنظيم القاعدة مصطفى حامد عبر موقعه ماف الإيراني من مقره في العاصمة طهران، فلا يكف في مقالاته منذ اندلاع حرب غزة عن اتهام حماس بالقصور الفكري ومطالبتها بالتبعية الكاملة لطهران كحل وحيد للأزمة. ففي مطلع فبراير الجاري طالب حامد في مقال بعنوان الحصار المفروض بالقوة لا يرفع إلا بالقوة، غزة في مقابل حيفا، طالب بوضع بنك أهداف مشتركة بين غزة وما يسمى بمحور المقاومة، والمعنى ذاته ردده في مقال آخر من قبل بعنوان مطلوب من حماس التنسيق الاستراتيجي وليس توريط الشركاء بطلب من قطر وإسرائيل، وعنوانه يغني عن شرح محتواه. بالإضافة إلى سيل من السرديات الغريبة كاتهام الجناح السياسي لحماس بالتبعية للموساد الإسرائيلي ومحاولة توريط طهران في حرب كبيرة وغيرها من الأقاويل التي تهدف لتصوير طهران كقائد وحيد للمنطقة لا بديل عن الخضوع له. ولرصد المشروع الإيراني كانت أخبار الآن كشفت من خلال سلسلتين متلازمة طهران وجهات طروادة اختراق واختطاف تيارات وجماعات العنف والإرهاب بالمنطقة العربية وتسخيرها لخدمة المشروع الإقليمي الإيراني، الأمر الذي كان أكده مجلس الأمن القومي التابع للأمم المتحدة في تقرير رسمي سابق. ففي 23 من يناير الماضي رفعت فانيسيا فرايزر رئيسة لجنة مجلس الأمن الدولي المعنية بتنظيمي داعش والقاعدة والكيانات المرتبطة بهما تقريرا للأعضاء عن هذه التنظيمات ليكون بمثابة وثيقة من وثائق مجلس الأمن. التقرير وثق العلاقة المريبة بين فرع القاعدة باليمن وميليشيات الحوثي الشيعية التابعة لطهران، إذ استخدمت القاعدة طائرات مسيرة مسلحة في أوائل يوليو 2023 في شبوة، وطورت قدرات الطائرات المسيرة وأنشأت وحدة خاصة لها بدعم فني من ميليشيات الحوثي. وفي سياق التخادم بين إيران والقاعدة برعاية سيف العدل المقيم في طهران، أطلق الحوثي في سبتمبر عام 2023 سراح العديد من عناصر القاعدة منهم خبراء متفجرات، وزاد التنظيم من عمليات الخطف خاصة للموظفين الأجانب بالمنظمات الدولية طلبا للفدية. واستنادا لمجلس الأمن الدولي بلغ مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن حوالي 3000 مقاتل معظمهم في أبين ومأرب ومناطق في حضرموت. وكان لافتا تركيز تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على تكرار الظهور الإعلامي لعضوي مجلس الشورى سعد بن عاطف العولقي وخبيب السوداني، ويمكن تفسير هذه الظاهرة برغبة زعيم القاعدة في اليمن خالد بطرفي في إيصال رسائل داخلية تفيد بتماسك التنظيم للرد على التقارير التي كشفت عن خلافات عميقة بين الرجلين من جهة وبين باطرفي ومجموعته المقربة من سيف العدل من جهة أخرى. وكان لها السبق في الكشف عن دور خالد نجل القائد الفعلي للقاعدة سيف العدل محمد صلاح الدين زيدان. أما جماعة طالبان وبحسب التقرير تبذل جهودا لتقييد أنشطة بعض الجماعات الأخرى، مما تسبب في توتر العلاقات مع قادة تنظيم القاعدة الذين يشعرون بالاستياء من هذه المحاولات الطالبانية، وفي إشارة على ما يبدو إلى شبكة حقاني دون ذكر اسمها. ذكر تقرير مجلس الأمن أن بعض قادة عمليات جماعة طالبان يشاركون القاعدة في الأيديولوجية وأساليب العمل، وتجمع الطرفين علاقات شخصية، ولكنهم لا يشاطرون القاعدة طموحها العالمي الواسع. ومع ذلك أنشأت القاعدة 8 معسكرات تدريب جديدة في أفغانستان، 4 منها في مقاطعات غزنة ولغمان وبروان وأرزوكان، وواحدة لتخزين الأسلحة
في بنشير، وانتقل 6 عناصر جدد إلى كتيبة عمر فاروق شرق البلاد تحت قيادة أبو إخلاص المصري. وأفاد التقارير بأن هذا الرمز القاعدي قد يكون محتجزا بصورة ما لدى طالبان. وأشارت عدة دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تنقل بعض العناصر بين أفغانستان وإيران لمتابعة الاتصالات بين سيف العدل الزعيم الفعلي للقاعدة والمقيم في طهران وقادة التنظيم في أفغانستان كعبد الرحمن الغامدي. والآن تكشف وبشكل جلي خطورة التسلسل الإيراني لتيارات العنف والإرهاب، تحديدا تنظيم القاعدة. وبينما يتولى مصطفى حامد مؤرخ القاعدة وصهر سيف العدل الدور التنظيري والتبريري لهذا التحالف، يتولى فيلق القدس الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني الشق التطبيقي العملياتي من هذا المشروع، في تكامل نادر يتخطى الاعتبارات المذهبية بل والمصلحية، وفي ظل اختراق تنظيم القاعدة لإيران من خلال زعيمه سيف العدل وصهره مصطفى حامد عراب الترويج لمتلازمة طهران بين الحركات المتطرفة. فإن إيران تملك بذلك نفوذا في أفغانستان وقدرة على تفجير الأوضاع فيها متى شاءت وتوريطها في كارثة لا مثيل لها، وهو ما تفعله الآن في المنطقة عبر أدرعها الإرهابية، بالأخص بعد 7 أكتوبر الماضي.